معانا الحاج ماهر، يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب فضيلة الشيخ. وحضرتك طيب وبصحة وسلامة. ليا سؤالين بساط وسرع جدا. تفضل. علشان وقت حضرتك. اتفضل يا حاج ماهر. السؤال الأولاني، في آية في سورة البقرة ما معناها؟ إن شهر رمضان الذي أنزل شهر فيه رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات ما بين الهدى والفرقان. بيانات من الهدى والفرقان. أيوة. هل القرآن هو الفرقان ولا هل القرآن هو الفرقان؟ حاضر. ولا القرآن كتاب والفرقان كتاب آخر؟ حاضر. هذا السؤال. سؤال. السؤال الثاني، عايزين نثبت الأمة، شعب جمهورية مصر، ما بين العلماء يقول لك الشهادات الودائع اللي في البنوك الزكاة إما أن تكون 2.5 أو أن هي عشر الأرباح، فعاوزين نثبت على شيء. هذا شيء. الشيء الآخر وواجب، أهدي تحياتي ولسيادة الرئيس السيسي، ربنا يطول في عمره ويبارك فيه، وأتمنى منه بس أن يستجيب لي وعلى حسابي الخاص، أن أنا بس يعرفه سبب مرضي هي. لأن أنا وقعت، ومن ساعة ما وقعت مش قادر أمشي. حاضر يا حاج ماهر، إن شاء الله ربنا يسهل، إن شاء الله ويكون دوت، إن شاء الله يكون الكلام مسموع، إن شاء الله يحصل كل خير إن شاء الله. بالنسبة لمسألة الزكاة على الودائع وعلى شهادات الاستثمار، الزكاة على شهادات الاستثمار والودائع في مسلكين في مسألة بيان الحكم الشرعي فيها. مسلك ماشي على مسألة إن دي أثمان، والزكاة في الأثمان بيكون 2.5% فيخرج 25 جنيه على كل 1000. ده مسلك. المسلك الثاني، ابتدى الشيخ عبد الله المشد في لجنة فتوى بالأزهر الشريف، إيه اللي حصل؟ الشيخ عبد الله المشد قال يا جماعة الخير، الشهادات دي بتبقى واقفة، ما حدش ينفع يفكها، لأنه لو فكها هيضيع عليه مسألة الاستثمار اللي هو فيها دي. قال طب إيه من أنواع الزكوات؟ لأن شهادات الاستثمار دي كانت جديدة، فشهادات الاستثمار دلوقتي هي أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى الأثمان، ولا أقرب إلى الزروع والثمار، ولا أقرب إلى المشيئة؟ فقال والله أنا شايف إن هي أقرب إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الأراضي. فإيه اللي يحصل؟ فيخرج عليها الزكاة مثل ما يخرج على الزروع والثمار. طب إيه الشبه؟ قال لك الشبه إن هي ثابتة زي الأرض، بيجي لها الريح في وقت معين، ما ينفعش إن أنت تسحبه، لازم تفضل هي كده. فقال طب ونعمل إيه؟ قال يبقى نخرج عشر الريع، لما يجي الريع نخرج عشره زي ما بنعمل في زكاة الزروع والثمار، فنخرج عشر الريع. احنا عشان المساله فيها نوع من انواع تغيير المسلك، قلنا الشخص اللي بينفق من هذه الوديعه ومن ريعه هذه الوديعه يفعل الفتوى في حقه ان هو دوت يخرج عشر الريع، لكن لو كان عنده اموال كثيره يبقى على 2.5%. طيب، والفرقان، الفرقان دوت احد اسماء القران، الفرقان احد اسماء القران، يبقى اذن يبقى الفرقان سمي فرقان لأنه يفرق ما بين الحق والباطل.